سلام عليكم. يمر علينا شهر رمضان المبارك كل سنة غير مستفيدين من هذا الشهر العظيم، فهذا الشهر هو فرصة قيمة لنا لكي نتقرب إلى الله بأداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات، ولكنه فرصة أيضاً لتربية الأسرة، فإصلاح المجتمع يبدأ بإصلاح الأسرة كما ورد في الحديث النبوي الشريف: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكما تعلمون أيضاً أن تربية الولد الصالح تتميم للثواب بعد الموت، ويمكن للأبوين أن يزرعوا حب العمل الصالح في نفوس أولادهم في هذا الوقت الثمين، وذلك من خلال تعليمات ومعارف أهل البيت عليهم السلام، وأن يحفزوهم على أداء الصلاة والصيام وقراءة القرآن في هذا الشهر بالهدايا والجوائز البسيطة أحياناً، لكي يبقى حب هذا الشهر وهذه الأعمال في أذهانهم. شهر رمضان المبارك فرصة للتواصل مع الأقارب أيضا ليتعزز بداخلهم حب صلة الرحم، كما أن التحلي بخلق الصيام من قبل الأبوين من المصابرة على الغضب والتعاون على أعمال المنزل يجعلهما قدوة لأبنائهما في سلوكهم اليومي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا وصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المجتمع الإسلامي، ويعكس هذا أهمية رعاية الأسرة وتأثيره على بناء مجتمعات إسلامية أفضل.